هي مزافيرا. فكر معك فك عشان ما يجيك خاصة مثل اللوز. توقف. أنا طالب مطالبة طالبة. لا لا فكر منه والله فكر منه. ما عندي ولا داء. والله كثير إنه مب علينا. ما علينا منها علينا ولا والله العظيم عيال. والله بهاجن عيونها ينشرك والله عيونها ينشرك والله انها يسرق اذا قد يفكر لي تدري انه يفكر لي تخبر في لي حل مع غليس شوف والله انا زياد شوف كيف سبحان الله والله انا زياد الشهري ذا سبحان الله سوى بيده؟ هانا راسه راس من راسه شوف وقفته هذا كذا شوف انا جلس انا جلس سبحان يعني بالله طلعوا من برا وجالسين عند الباب حرام يا حرام ظلم مهم مقدرين قلت تطلع برا انت يا حمد انت روح من بروح بهب مهم ما تهب الهب لا 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 تمشى ودك انا 10 ايام اذا طلعت منها 10 ايام ما نقعد من وناسه من وش؟ من وناسه بتمشى طب طلعت 8 ايام انت وياه ها؟ موصلت بلاش انا ذا انا اللي ابدا اشتكم من اليوم نطلع ساعه هونج انا اللي ابدا اشتكم انا اللي ما احب المقلقل انا عز الله انكم خربتوني انا عز الله اني انت اللي خربتوني عز الله انك تخرب قبيله كامله أيوة لا لا تحلف انت لا تخبر الناقه الجرباء اللي تقطع شبوك اذا جبتها معاه لما هي تقطع شبوك خربتها ولا وش والله لا انا برعين شوف انا اخرب الزه خرب الزه اخر شوف. اخر واحد هرب فيكم اول من هرب انت اول من هرب انت والشيء هذا اللي مستحيل تجحدونه انت بتقطع ندرك اني خرب شوف ايه نعمة الله يقطعها حدا سعد ليته ياكل سعد سعد في ذمتك ذمة زد شركت في حياتك في ذمتك لا ها يا سعد بلا كذب اكيد من كلهم انا قد شركت انت شركت ايش شركت يا انا ايه؟ اقوى شيء شركت في حياتي بسكوت يرخم والله اني بسكوت يرخم بسكوت والله اني بسكوت انا يا انا مره واحده انقفضت انا ما راح اسالك السؤال لانه واضح قد سرقت اسطوانه اسطوانه ما سرق اسطوانه اسطوانه وش ايش ده اسطوانه 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 مسجل لا اما انت ما تعرف اسطوانه اللي تسوي به قوري وش انا تسوي به الشاهد غاز غاز هو غاز هو يسمونه قاز 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 قوري احنا نسميه قوري الغاز يسمونه انتم اسطوانة غاز ايش فيهم دول؟ قاز خريط كله زين واد دحين شو اسمك انت يا ادم؟ انت شو اسمك؟ في البروف هذه في سعيد وفي عزيز وما ادري من هذه سرية تامة ما اقدر وانت كمان انا ما ادري ايش اسمي انا احمد انت رجال ما تشتغل على نفسك ابوك اسمه رحيم ولا العائلة ابوي رحيم وجدي مشعان وجدي العقب سرحان وعقب واحد اسمه زعلان هذه لو قريتها بسرعه يجيك جني لا لا شوف لسه مبدا احمد ايش احمد رحي رحيم مشعان سرحان يا يقطع من الضحك زعلان فيه امانه راسك وين قرب راسك اسم جدك زعلان لا تقول ايه انا افضل اسم كنا ترى اذكر حط ايش رجلي 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 امانه بس هي سرقته يا ولد انت ايش كثر حطيت شو 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 طيب اسمع قلت ساكت ادري ادري توجعني ادري قلت ساكت اسطوانه انا والله ما سرقت اسطوانه ايش ما عمري سرقت خريط خريط صح اسس حط عيش صح يا ولد حط ذي بس سعد امانه يا سعد اسمع امانه يا سعد وش افضل امنيه تتمناها هالحين الحين امنيه دائما تتكرر عليك تبيها وش ذا الحين ولا من يوم ولدت من يوم ولدت انتبه يا سمر يا امنيتك السامجه انك تصير وش اني يطلع عمر السلامه يجيني في اليوم 17 اعلان اقل اعلان ب 40 أوه. طيب جتك الفلوس هذه 40,000 طيب 17 يعني كم 40,000 يعني نقول مليون طيب مليون ايش بتسوي اروح الجزر المالديف يا
يصير طبعا صار عندي خدم. خدم هو يصير عندي ياود دسمت. دسمت؟ أبا يطلع عمر السلام لقيني في الفراش يقول لي يطلع عمر السلام وكرام حذين له مخصصة وهذا الجكيت الأبيض إيش فيه طلعوا صدق هذه يا الشرية والله صدق وإن تكون الغرفة حقتي كاملة مفروشة فرشة فرشة وإني أخش بحذيان البيت جاء طيب بس كمل كمل إني أخش البيت بحذيان وطلع بحذيان ثاني أيوه زي كذا أنت قبل تخش البيت وش بدون حذيان أمي تفصى علي طيب تخش البيت يبي الشري بالله طيب يا مسعود امانه مسعود امانه امانه يا مسعود امانه وش امنيتك تتبيت تتحقق وشي نحققها لك صدق افضل منشد خلاص ماي امانه يا مسعود وايد تود انا وال... عقب يلا بهاج امانه بهاج امنك وش الامنيه تبغى ليه تدري شو امنيتي من يوم اني كنت ورع ليومكم اليوم تخرج من الثانوي يا اخي يا الطول ترى طويل انا بس يمكن قد والله ما انت طويل يا عيال الطول ما عيبه طيب العرب طيب اسمعني ما هو قصير ما نبي قصير قصير القصير يختلف ابعن لكم حاجه امنيتي اصير دكتور اسالك بالله اقسم بما حل القسم بحد هواياتي الطب طب دكتور ايش اي اختصاص جراحه عمليات دي اي والله يا عيال لدرجه اني من كثر ما استانس ليش تحت طايح بس انت ما تخليني اروح اللي يطوحون دول ينجرحون ودي اجي اتفنى فيه استانس ما تخاف يعني ما تجيك بس تخرج بالثانوي بنسبه 69 هذا ما هذا اللي يحطونك فوق ساعه ويقولون قول وي ما تنفع فقلت ان شاء الله في التحصيلي راح اللي يسوق اسعاف كيف يتوظف سواق اسعاف ايوه ركض رجع امسك ارجع ارجع